السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين. حضور الدولة حراك حكومي فاعل شهدته محافظة تعز وعدن وحضرموت وسقطرى وأبين، تنوع بين حملة أمنية في تعز يقودها المحافظ أمين محمود لاستعادة مؤسسات الدولة والإدارات الحيوية الأمنية والخدمية وتطبيع الأوضاع، وحملة أخرى في عدن يقودها وزير الداخلية أحمد الميسري لإزالة العشوائيات واستعادة أراضي الدولة التي بسط عليها نافذون ضمن استغلال لحالة الفوضى وضعف أجهزة الدولة في المحافظة. بالتوازي قام رئيس الحكومة أحمد بن دغر ومعه فريق من الوزراء بجولة مثمرة شملت حضرموت أبين مرورا بسقطرى ثم العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن. حراك رسمي استبشر به المواطنون ليس في المناطق المحررة فحسب بل في امتداد الوطن نظرا للأبعاد التي يعنيها هذا النشاط من رجال الدولة بمختلف مواقعهم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية الذي يتواصل بالجميع للتأكيد على أن التحرك ليس ارتجاليا ولا إسقاطا للواجب بل توجه الدولة. حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها في المناطق المحررة بين الأهمية والضرورة، عن ذلك ستكون حلقتنا لهذا المساء من بين قوسين، سنناقش فيها الأبعاد والدلالات والآثار المنشودة والمأمولة من التحرك الحكومي الذي يبدو جادا وفاعلا هذه المرة. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز الصحفي أحمد محروس، وسيكون معنا الدكتور فيصل علي عبر السكايب من كوالالمبور من ماليزيا، وأيضا سيكون معنا الكاتب الصحفي عبد الرقيب الهدياني، ومن سقطرى الناشط السياسي عيسى أبو حمزة. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة عبر الأقمار الصناعية من تعز مع الصحفي محمد محروس. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تابعتم تحركات الحكومة والسلطة المحلية مؤخرا في تعز والذي أفضى بعد يعني المشاكل التي حدثت الأسبوع الماضي إلى تسليم مؤسسات الدولة؟ يعني برأيكم كيف تتابعون هذه الخطوة من الحكومة؟ هل هي جادة أم ربما ستكون آنية فقط؟ في حقيقة الأمر يعني هنا الشارع التعزي يلامس هذه الزيارة بشكل غير عادي، وما يحدث اليوم يؤكد فعليا أن هناك توجه جاد من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل قيادة التحالف العربي من أجل أن تكون تعز مختلفة وتعز أخرى، تعز الدولة وتعز المدنية وتعز التي تعبر عن كن هذا الوطن. حقيقة هناك تفاعل غير عادي من قبل الناس هنا في تعز، وهذه الخطوة حتى اللحظة تبدو خطوة جادة وغير مسبوقة، وليست كالخطوات السابقة التي كانت دائما ما تنتهي بنهاية زيارة هذه الوفود الحكومية أو بنهاية تداول مثل هذه المواضيع الحساسة. نحن شاهدنا جميعا وتابعنا زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة الأستاذ عبد العزيز جباري حينها، الذي قام بجولة غير عادية وعلى مستوى كبير من الأهمية، وأعاد الحياة إلى مدينة تعز التي كانت يومها مدينة مهملة وغير مكترث لها هنا من قبل الحكومة الشرعية، وليست من الأهمية بمكان على المستوى الحكومي. ثم ما إن ذهب جباري حتى عادت تعز إلى ما كانت تعانيه سابقا. اليوم نحن نلمس أن هناك جدية كبيرة، أن هناك توجه عام لدى الحكومة الشرعية ولدى التحالف العربي من أجل أن تكون تعز أخرى ومن أجل أن تكون تعز الدولة والمدنية وذات الحضور الفعال بشكل عام. نعم. عوامل النجاح التي حققتها الحملة الأمنية بقيادة السلطة المحلية برأيك محروس ما هي في تعز؟ نعم، الأبرز هذه النجاحات أن مؤسسات الدولة
عادت إلى حضن هذه الدولة، وليس فقط ليست العودة فقط، بل أيضا هناك جانب آخر يتعلق بأن هذه المؤسسات تعود إليها الحياة، بدأت تنبض بالحياة. اليوم بدأت عملية الترميم بتوجيهات من محافظ المحافظة، الانتشار الأمني الغير عادي، الإجراءات التي اتبعتها قيادة السلطة المحلية هنا من أجل أن تعيد الحياة لهذه المناطق، لشوارع برمتها، لأكثر من 20 مؤسسة حكومية وأهلية أعيدت لها الحياة بعد هذه الحملة الأمنية وبعد الاتفاق الذي تمخض عن هذه الحملة. إذا نحن نسير في اتجاه إيجابي، نتجه بشكل غير عادي نحو تعز الجديدة، تعز المحررة، تعز التي لن تخضع أبدا، وتعز أيضا التي تستجيب لأبنائها وتستجيب لتطلعات ثوار فبراير ولتطلعات أبطالها من الجيش والمقاومة الشعبية. نعم، طيب ابقى معي أستاذ محمد، ونشرك معنا في الحديث عبر السكايب من كوالالمبور الدكتور فيصل علي. مرحبا بك دكتور فيصل. أهلا وسهلا بكم بشير. أهلا بك دكتور. إذا حراك حكومي بدأ واضحا هذه المرة ربما أكثر جدية، كان تحرك رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغلي لزيارة المحافظات المحررة ابتداء من عدن ثم أبين، حضرموت، سقطرة، وأيضا وصول الوفد أيضا بالأمس من المنطقة العسكرية الرابعة ونائب رئيس هيئة الأركان إلى تعز، وعودة مؤسسات الدولة وتسليمها للسلطة المحلية في تعز. هذا الحراك الحكومي كيف تتابع أنت؟ أولا دعنا نطالب رئيس الحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغت، وهو رجل عزيز علينا وغالي على كل من يعرفونه ومن يعني عاشوا معه في الفترة السابقة، الرجل يتحرك تحركات جيدة يعني في المحافظات الشرقية والجنوبية، وذهب إلى سقطرة، وهذا شيء محمود ومشكور لدولة رئيس الوزراء. لكن لماذا لا يقوم بنفس التحركات في مناطق محررة مثل مأرب والجوف، وأيضا لماذا لا يزور تعز وهي القريبة من عدن وهي تقع جنوبا أيضا ضمن الخارطة الوطنية؟ زيارته مرحب بها في كل المناطق المحررة، وهو رئيس الحكومة وسيكون لها أثرها الفاعل. تحرك بعض قيادة الجيش ونائب رئيس هيئة الأركان إلى تعز يأتي في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية وقوات الجيش الوطني والأمن في إزالة بعض بؤر التوتر التي كانت داخل المدينة. ليت كانت هذه الزيارة أتت في إطار تحرير مدينة تعز، وفي إطار ما تبقى يعني تحرير ما تبقى من مديريات ومناطق تعز، وأتى بالدعم اللازم لهذا التحرير. الزيارة متواضعة للغاية، لكنها يعني تشكل أهمية بسيطة في إطار الإشراف أو يعني النظر إلى حجم ما يجري في تعز من تسليم لمؤسسات الدولة إلى الجهات المعنية. نعم. دكتور فيصل، يعني الجميع كان يطالب الحكومة بالتحرك والنزول، ولا شك أن هذا خطوة يعني في الاتجاه الصحيح، يجب جميعا نحن كيمنيين كإعلاميين يعني وناشطين وأكاديميين أن يعني ندعم هذه الخطوة ونقف بجانبها ولا نقلل من أهميتها. يعني ما لاحظته منك بأنك بقدر ما أشدت بهذه الخطوة لأنك لا تعطيها الأهمية الكبيرة، لماذا؟ خطوة زيارة رئيس الوزراء مطلوبة لتعز والمناطق المحررة في الجوف ومأرب، مطالبه بالزيارة كونه رئيس الحكومة، وزيارته سترفع معنويات المواطنين والجبهات هناك. التقليل من زيارة نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الزنداني لتعز أنها أتت في إطار روتيني، في إطار
استلام وتسليم بعض مؤسسات الدولة، ليتها أتت كما قلت في تحت إطار تحرير ما تبقى من محافظة تعز، ليته أتى بالدعم الكافي للجيش الوطني وللقيادة المحور والمنطقة العسكرية الرابعة في تحرير هذه المحافظة من الحصار. الناس هناك ينتظرون تحرك صريح وجاد للدولة، للسلطة المحلية، للسلطات اليمنية في يعني تخليصهم من كابوس الصواريخ والقذائف المنفلتة التي ما زالت حتى هذه الأثناء تتساقط على معظم أحياء مدينة تعز. طيب دكتور، هل تشك دكتور؟ نتمنى نعم. أن تكون الزيارة نعم. في إطار أكبر. نعم، وهل تعتقد يعني أو تشك بأن الحكومة ممثلة برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغي لن يزور محافظة تعز أو مأرب؟ وقد زار مأرب بالماضي، وزار أيضا المخاء وهي تابعة لتعز في الماضي أيضا، وربما في الأيام المقبلة سيزور هذه المحافظات. لماذا هذا التخوف أو ربما علامة الاستفهام من قبل؟ أنا لا أشك في إخلاص ووطنية ووفاء دولة رئيس الوزراء، ولكن أطالبه كمواطن من حقه أن أطالبه بزيارة هذه المناطق لما سيترتب على زيارته من يعني من تفاعل ومن توحيد للصف الوطني في تلك المناطق. أتذكر زيارة نائب رئيس الوزراء المستقيل الأستاذ عبد العزيز جباري وزير الخدمة المدنية لمحافظة تعز. نعم. كان له الأثر الطيب، كانت تلك الزيارة هي التي حددت الملامح وأعادت للدولة هيبتها، وبدأت مؤسسات الدولة بالعمل، وبدأت فكرة تسليم هذه المؤسسات للجهات المعنية التي كانت يعني حددت في تلك الفترة. لكنهم كانوا قد طلبوا من يسيطرون على هذه المؤسسات، أبو العباس ورفاقه، طلبوا مبالغ مالية نتيجة لخسائرهم، وطلبوا من جباري تلك طيب. المبالغ، لكنه لم تكن تتوفر لديه تلك المبالغ، وإلا لكانت قد سلمت هذه المؤسسات بالسابق. زيارة دولة رئيس الوزراء لتعز مطلوبة لأغراض يعني ولها أهمية طيب. في رفع معنويات أبناء تعز الذين يشعرون بأنهم محاصرين وأن الحكومة لا تهتم بهم كثيرا. زيارته سترسخ مبدأ يعني مبدأ وجود الدولة، ويعني سيعطي دفعة قوية للمؤسسات وللسلطة المحلية وللجيش الوطني ولأجهزة الأمن في العمل نعم. بقوة في يعني في الميدان، بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام في مدينة تعز. طيب دكتور، ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من عدن الكاتب والصحفي عبد الرقيب الهدياني. مرحبا بك أستاذ عبد الرقيب. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. لا شك أنك تابعت تحرك الحكومة في المناطق المحررة، بداية من عدن وأبين وحضرموت وسقطرى، وأيضا تحرك السلطة المحلية في عدن لإزالة العشوائيات ووجود الدولة. كيف تابعتم أنتم في عدن ما قام به وزير الداخلية والجهات الأمنية بإزالة العشوائيات والتحرك في تثبيت مؤسسات الدولة؟ أولا التحية لك ولضيفك ولمتابعي ومشاهدي القناة. بكل تأكيد هناك ينبغي الإقرار أن الحكومة في وضعها الحالي وعودتها الأخيرة، يعني نحن أمام تحرك جديد ليس كسابقاته من حضور الحكومة وتحركها في المحافظات المحررة. اليوم نحن يمكن أن نقرأ الخارطة بشكل عام، من عدن إلى حضرموت إلى أبين إلى سقطرى إلى تعز. هناك حركة حثيثة تقوم بها الحكومة والسلطات المحلية لم تكن معهودة في الأيام الماضية ولا في السنوات الماضية. اليوم وإن كانت على مستوى الشكل، لكن ينبغي الإقرار أننا أمام وضع جديد. على الأقل اليوم المواطن يحس أن الحكومة هي الموجودة، أن الحكومة هي التي تبعث الأمل من خلال اعتماد المشاريع ووضع حجر الأساس والإعلان عن البنية التحتية، من خلال إلغاء العشوائيات ومحاربتها والمحافظة على النظام والقانون. رسالة إلى المواطن أن عهدا جديدا الحكومة بصدد إرسائه على الواقع، إعادة المؤسسات في تعز في كل مكان، رسائل تطمينية
وإن كانت ليست على مستوى لكنها مقدمات، ونأمل أن تسير الحكومة من الشكل إلى المضمون، المضمون أن تدير الحكومة مجمل الملفات الموجودة في المحافظات المحررة، أن نرى الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وهي تمسك بجميع الأجهزة الأمنية وتدير الملف الأمني في المحافظات المحررة، أن نرى الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع وهي تمسك بهذه المكونات العسكرية كالنخب والميليشيات والكتائب، وأن تصهرها في بوتقة الجيش الوطني، أن نرى الحكومة وهي تمسك بالإيرادات والموانئ عن طريق وزارة النقل. نحن اليوم أمام شكل، والشكل جميل ومطمئن ورسائل إيجابية، ولكن نأمل أن تتسارع الخطى وأن يتحول الشكل إلى مضمون وإلى واقع على الأرض تمثله الحكومة من خلال إدارة مجمل الملفات والمجالات في المحافظات المحررة، وألا يسمح للميليشيات التي أقيمت والتي أنشئت من بعد التحرير بأن تفرض واقعها وأن تجزئ الوطن وأن تكون خارج النظام والقانون. نريد الحكومة أن تكون حاضرة، وهذا أملنا، ولهذا ضحى الشهداء، وهذا هو الهدف. طيب أستاذ عبد الرقيب، يعني لو أخذنا نموذج الآن تحرك السلطة المحلية في عدن لإزالة العشوائيات، هل يعني هذه الإزالة طالت جميع المتنفذين وجميع المخالفين؟ لأن البعض يتحدث أنها طالت فقط البسطاء ومن الناس العاديين، أما الهوامير وكبار المتنفذين لم تطالهم هذه الحملة. إذن ربما فقدنا الاتصال، أعود. إذن قبل العودة إلى الأستاذ محروس، لا تعجل، نذهب الآن لمتابعة مشاهدينا الكرام آراء عن أهمية وضرورة حضور الدولة في المناطق المحررة، ومن ثم نكمل الحديث. يعني حضور الدولة في المناطق المحررة معناه تقديم الخدمات للناس، وكذلك الوصول إلى أن الدولة تعزز من تواجدها، فلا وجود للاغتيالات، فلا وجود للعصابات الخارجة عن القانون، الكل هنا متساوون أمام القانون والدستور. وعودة الدولة مهمة جدا. اليوم معنا أكثر من حوالي 20 مقر أو منشأة حكومية تم استلامها من قبل السلطات هنا. هذا يعتبر إنجاز كبير بعد تحرير ما تبقى من تعز، وأصبحت المعارك في أطراف المدينة. اليوم أصبح أبناء تعز كلهم متفائلون بهذه الخطوات التي تقوم بها السلطة المحلية واللجنة الأمنية في المحافظة. الكل يشعر بالفرح والسرور تجاه ما حصل. ستعود مؤسسات الدولة، سواء إدارة الأمن، سواء قيادة المحور، الشرطة العسكرية، سيعود كل المؤسسات، تلك المؤسسات إلى مهامها، ولن يكون هناك أحد خارج القانون. حضور الدولة معناته وجود الأمن والأمان والاستقرار. وجود الدولة هي من نسعى إليها من زمان، هي من سعينا إلى أن تكون الدولة تمام موجودة في كل مكان، في كل زاوية من زوايا تعز. تعز هذه المظلومة، تعز التي لم تتحرر إلا هذه الأيام، يوم أن استلمت المؤسسات الحكومية إلى مقرها، إلى الأسياء، إلى الشرعية الأصلية في تعز. إذا وجود الدولة، وجود الدولة في المؤسسات، هي نهضة لهذه المدينة المظلومة على أمرها. نشعر إحنا في أمن وأمان الآن، باستقرار. كانت هذه المنطقة منطقة محظورة، لا تستطيع أن تمشي برجلك، يعني بواسطة الطريق لا تستطيع المشي، فالآن تتحرك بأمان في كل اتجاهات المدينة. يعني استقرار واطمئنان، المواطن يرجع يستقر نفسيا حتى. عودة الدولة تعني تخفيف أو الحمل الثقيل الذي كان على المواطن. الآن تم تخفيف هذا الحمل عن طريق إعادة مؤسسات الدولة، بحيث أنه الآن الخدمات ستعود كما كانت، ستعود الأمن، ستعود الخدمات التي كانت موجودة لدينا سابقا. وإن شاء الله يعني بعد ما تم تسليم المؤسسات هذه من قبل بعض فصائل المقاومة إلى الدولة، نلاحظ وجود وتعزيز الدولة. هذا يشعر المواطن بالأمن والأمان، بالراحة النفسية. يعني لما تمشي بالشارع وتشوف الدولة موجودة، يعزز ثقتك بنفسك وثقتك أن الأمور ستعود أفضل مما كانت إن شاء الله. تعني أن الدولة عاد حرية المواطن بكامل حريته، بجميع العوامل التي فيها، التحرك في به، الفرحة، تخرج في آخر الليل إذا في معك مرض أو شيء بحرية، مش زي ما من قبل كان بتقييد وممنوع، لازم تستأذن إذا أنت بتخرج من بعد الساعة 5 مغرب.
الآن بيتحرك بحرية بأي وقت. الآن رجال الأمن في كل مكان، يحمي المواطن، يحمي البيوت. تحس أنك أن الأمن حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود هذه المرة إلى تعز مع الصحفي محمد محروس. محمد، لا شك أن عودة مؤسسة الدولة يعني لاقت ارتياح كبير وترحيب واسع من أبناء محافظة تعز، لكن باعتقادك هل سيرافق عودة هذه المؤسسات بأن تعمل بالصورة الطبيعية التي تسهل مهام الناس ومعاملاتهم في مؤسسات الدولة في تعز؟ نعم بشير، ما يمكن قوله حاليا أن هناك توجه جاد من قبل قيادة السلطة المحلية من أجل أن تصبح كل مؤسسات الدولة مؤسسات فاعلة تعيد لمواطني تعز اعتبارهم، تعيد لهؤلاء الناس ما فقدوه على مدى 3 سنوات. الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية تمارس أعمالها بكل قدراتها وبشكل مكتمل ومن حيث هي مقراتها دون تشتت، وكذلك دون تملص كما كان يحدث من قبل في ظل انعدام المقرات الفعلية. هناك أيضا ملامسة فعلية لاحتياجات الناس، رواتب صرفت على مدى 3 أشهر، هذه بادرة خير من الحكومة الشرعية، وهذا أيضا يحسب لقيادة السلطة المحلية. كذلك هناك توجه عام من أجل أن تصبح فعالية السلطات هنا فعالية حقيقية، وخطوات تقدم عليها السلطة المحلية بكل اقتدار نحن حقيقة نرحب بها ونقف إلى جانبها. الأحزاب السياسية، المكونات المدنية، كلها هنا تقف وترحب وتساند. أريد أيضا أن أقول فقط بأن تعز لا تحتاج إلى زيارات على مستوى رفيع، ولا تحتاج أيضا إلى ذلك المستوى الإعلامي في التناول، بقدر ما تحتاج إلى إسناد فعلي على المستوى المادي وعلى مستوى المعدات التي يمكن أن تعيد لهذه المؤسسات حياتها، وبما يمكن أن نقول من خلاله تصبح تعز محافظة محررة حقيقة وفعلا لا قولا فقط. تعز تحتاج إلى آليات عسكرية، تحتاج إلى دعم مادي غير محدود من أجل أن تقف مجددا ومن أجل أن تعيد الاعتبار لأبنائها الذين عانوا على مدى 3 سنوات ما لم يعانيه أبناء محافظة أخرى على مستوى البلاد. نعم. طيب أعود إلى كوالالمبور مع الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، هذا التحرك الآن إذن من الحكومة الشرعية في المحافظات المحررة، إلى أي مدى سيعني ينعكس على تقوية مواقفها سواء كانت سياسية أو عسكرية؟ كما تفضل الزميل محروس بالحديث عن هذه الزيارة، أنها كان يجب أن تأتي بالدعم اللازم لهذه المؤسسات لإعادة تشغيلها وإعادة ترميمها وإعادة يعني تهيئتها للعمل. اللصوص لم يتركوا في هذه المؤسسات شيئا، رأينا مؤسسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات ميتة للأسف، أخذوا حتى البلاط من هذه الأماكن. هذه المناطق أو هذه الجهات تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة ترميم، تعز بحاجة إلى دعم مادي كبير وإعادة إعمار سريع، بالإضافة إلى الدعم اللازم لتحرير بقية هذه المديريات وإزالة العقبات في مناطق التماس والوصول إلى مناطق الحوبان ومناطق الواقع في الجهة الغربية من المحافظة. وجود الدولة سيعزز سلطتها على أرض الواقع، لن تستطيع أي قوى خارجية أو محلية التآمر على الدولة. وجود الدولة هو الأهم في هذه المرحلة،
لا ينبغي علينا أن نسأل المواطنين هل تريدون أو لا تريدون أو ماذا تستفيدون. وجود الدولة تعني الحياة، وجود الدولة تعني الأمن والأمان والاستقرار ولقمة العيش. وجود الدولة لا يقل أهمية عن وجود الماء والهواء بالنسبة لأي شعب من الشعوب. الناس في تعز عانوا من غياب الدولة بسبب الحرب، بسبب الحصار. السلطات المحلية والجيش الوطني والحكومة مشكورة قامت يعني بتحركاتها الأخيرة في تعز لتستمر هذه التحركات، ليعود الأمن والأمان إلى الناس، لتنسحب الميليشيات من المواقع التي كانت تسيطر عليها، ليعود الميري إلى الدولة، ليختفي المعوز وتختفي اللحية وتختفي الأشكال البشعة، وليختفي الذين يقتلون الناس وهم ملثمين، ليختفي مكسري الأقفال والمفصعين من هذه المدينة. نعم. الناس يحتاجون إلى عودة الدولة، وهذا ما نأمله في المرحلة يعني الحالية والقادمة. طيب دكتور ابقى معي، ونذهب هذه المرة إلى سقطرة مع الناشط السياسي عيسى أبو حمزة. مرحبا بك عيسى. أهلا بك أستاذ عيسى، مرحبا بك. بداية، كيف مثلت زيارة الحكومة لكم في سقطرة؟ ربما لفترة طويلة لم تصل الحكومة الشرعية لسقطرة. شكرا على استضافتكم في قناة البيت. والحكومة الشرعية تطلع بدولة الدكتور أحمد عبيد الدغر المشكورة قدمت إلى خليل سقطرة، والمرة الأولى تنفس قرابة الآن أسبوع كامل على مدى 5 عام أن الحكومة مكثت بسقطرة أسبوعا، فهي الآن على مقربة من اختتام الأسبوع. وهذه يعني مجيء الحكومة إلى أرخبيل سقطرة يعطي دفعة قوية لأهالي الأرخبيل بأن الحكومة قادمة بمشروعات كثيرة. هذه المشروعات تمثلت في 3 محاور: المحور التنموي، والمحور الصحي، والمحور ايضا التشغيلي الطاري. هذا كله اعطى انطباعا ايجابيا وارتياحا شعبيا لاهالي الخبيل سقطرة المتواجد الحكومه ومكوثها خلال هذا الاسبوع. وان الحكومه خلال هذا الاسبوع قامت بالعديد او بحزمه من المشاريع، ما بين افتتاح وما بين ايضا وضع حجر اساس. اشرد لك ما قدمته الحكومه خلال ال4 أيام الماضيه: افتتاح سفلته شوارع مدينه حبيبه بطول 10 كيلو متر بتمويل حكومي، ايضا افتتاح ميناء، افتتاح توسعه ميناء حولاف بتمويل مؤسسه خليفة بن زايد العمل الإنسانية، ووضع حجر أساس لسفلتة ورفع وإنارة شوارع مدينتين حبيبة وقلنسية بطول 15 كيلو بتمويل حكومي، أيضا اعتماد بناء مدينتين سكنيتين. ولأول مرة في تاريخ الحكومات اعتماد مدينتين سكنيتين بجزيرتي عبد الكوري وسمحة، ايضا اعتماد لهم في اهالي الجزيرتين، اعتماد عبارتين لاهالي جزيره عبد الكوري وسمحه بمبلغ 80 مليون ريال. كذلك قامت الحكومه اليوم بزياره تفقديه الى الشريط الجنوبي منطقه كينوجد، واعتمدت ايضا 3 مشاريع: المشروع الاول اعتماد 10 أمواج للصيادين في منطقه كينوجد. طيب استاذ عيسى، نعم طريق، نعم أستاذ عيسى، نعم. إذن الحكومة نفذت العديد من المشاريع كما ذكرتها أستاذ عيسى، لكن أيضا ماذا عن المشاكل التي كانت حاصلة في سقطرة، سواء من بيع يعني الأراضي التابعة للدولة أو المحميات الطبيعية أو تجريف بعض الأشجار والحيوانات النادرة من جزيرة سقطرة؟ هل وقفت الحكومة الشرعية مع السلطة المحلية على هذه الملفات أم لا؟ الحكومة مشكورة ما زالت يعني
وقفت، وهناك العديد من القرارات والأوامر الصادرة سواء من رئاسة الجمهورية أو من الحكومات السابقة، حكومة باشندوة وأيضا حكومة دولة رئيس الوزراء، بمنع وبيع أي تصرف بأراضي الخليج سقطرى لخصوصية والمحافظة على خصوصية هوية سقطرى النادرة. نعم. مجال العمل جاري، والحكومة أيضا مشكورة ستقدم كافة التسهيلات مع السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ رمزي محروس. نعم، جميل هذا يعني حضور الحكومة في سقطرى، وجميل أيضا ثناءك الكبير عيسى على يعني الحكومة وما قامت به في جزيرة سقطرى، لكن ربما هناك وجهات نظر أخرى أيضا تلوم الحكومة لتقصير كبير على أبناء سقطرى. سأسمع وجهات نظر الدكتور فيصل علي، يبدو أن له تعليق حول الموضوع. دكتور فيصل، سمعت ما ذكره الأستاذ عيسى، إذن هناك تحرك كبير داخل سقطرى، العديد من المشاريع تم افتتاحها، العديد من الملفات تم الوقوف معها، وهناك أيضا توجيه يعني صارم من الحكومة الشرعية والحكومات بشكل عام المتعاقبة بأنه لم يسمح لأحد التصرف بممتلكات الدولة، ويمنع من يعني يحاول تجريف جزيرة سقطرى أو بيع أراضيها أو بيع يعني أشجارها أو الحيوانات النادرة فيها. ما رأيك أنت خلال ما كنا نتابع خلال الأيام الماضية من جدل كبير عن جزيرة سقطرى؟ أولا دعني أحيي تحية كبيرة لرئيس الوزراء الذي قام بهذه الزيارة الهامة لهذه المحافظة. جزيرة سقطرى تحتاج الاهتمام الكبير، هذه الزيارة تثلق الصدر، لكن المشاريع ما زالت متواضعة نظرا ل ضعف الحكومة وقلة الإمكانيات التي لديها. ما لا أدري هل هناك تم افتتاح جامعة سقطرى، هل هناك مركز أبحاث للدراسات البيئية؟ هذه المحافظة وهذه الجزيرة تحتاج إلى الحفاظ على التنوع البيئي والمناخي والحفاظ على الثروات الموجودة فيها زراعية وحيوانية وتنوع يعني طبيعي وبحري. هذه المحافظة تحتاج إلى الاهتمام الكبير، وتحتاج إلى تطوير قوات خفر السواحل هناك. لابد من سيطرة الحكومة اليمنية على تلك الأراضي ومنعا للتهديدات. المشاريع الخدمية التي تقدمها بعض الجهات ربما تكون مشبوهة، ربما هناك من يريد السيطرة على كثير من الأراضي. موانئ دبي لن تتوانى في السيطرة على ميناء سقطرى كما سيطرت على بقية يعني الموانئ في الساحل اليمني. على الحكومة أن تنتبه جيدا لخطواتها هناك، وأن تزيد عدد القوات العسكرية يعني الألوية الخاصة بخفر السواحل وأمن هذه المحافظة المهمة، والتي هي جزء لا يتجزأ من التراث والحضارة اليمنية ومن التاريخ اليمني وامتداد الإنسان اليمني. نعم. على هذه الأرض. نعم. تقديم الخدمات لأبناء هذه الجزيرة مقدم على غيرهم، لقد عانوا من زمن التشطير ومن زمن بعد الوحدة. اليوم علينا جميعا أن ننادي وأن نطالب بدعم هذه المحافظة بكافة الإمكانيات. هذه الجزيرة يجب أن لا تكون نائية، ويجب أن تكون مزارا سياحيا لكل الشعب اليمني. نعم. ولزوارها من جميع أنحاء العالم. يجب أن تهيئ الجزيرة لمستقبلها، ويجب أن يتم المحافظة على كافة يعني كافة الأشجار وكافة يعني التنوع البيئي والبحري فيها. يجب ألا تظل نائية، وألا يظل السكان هناك بحاجة إلى يعني المؤونة 6 أشهر تنقطع عنهم الخدمات. يجب أن تقدم لهم الخدمات بشكل أفضل. طيب دكتور. نعم. تهتم الحكومة اليمنية. نعم. شكرا كثيرا لدولة رئيس الوزراء الذي قام بهذه الزيارة الهامة. نعم. نعم. طيب دكتور، أعود عودة أخيرة إلى الأخ عيسى أبو حمزة. أستاذ عيسى، سؤال أخير الآن بعد يعني زيارة الحكومة ممثلة بالدكتور أحمد عبيد بن دغر والعديد من الوزراء، وتعيين محافظ جديد لمحافظة سقطرى، إلى أي مدى يعني هذه الخطوات
ستقطع كل التكهنات أو التخوفات التي تقول بأن سقطرى أصبحت بعيدة عن إدارة الحكومة اليمنية والشرعية اليمنية؟ أخي الكريم، سقطرى ليست بعيدة عن المركز، وليست بعيدة عن الدولة، ليست بعيدة عن الشرعية. سقطرى هي جزء لا يتجزأ من الشرعية اليمنية. تأتي هذه الزيارة في ظل أعتبرها خطوة إيجابية وخطوة متقدمة تعيد أو تعطي رسالة واضحة سواء كان لأهالي أرخبيل سقطرى بأن الدولة حاضرة، وأيضا هي أيضا رسالة لليمنيين كافة بأن اليمنيين بأن الحكومة تمتلك همة وإرادة جبارة. جاءت هذه الهمة من خلال زيارة الحكومة إلى حضرموت، ثم إلى سيئون، ثم إلى سقطرى. وأتوقع أن الحكومة ما زالت مستمرة في توالي هذه الزيارات إلى شتى المحافظات الأخرى، وهذا أيضا رسالة واضحة بأن الحكومة أو بأن الدولة ستعيد لملمة شتات أراضيها، وسيكون بإذن الله عز وجل في خلال الأيام القادمة أن الدولة باسطة طولها على كافة ربوع اليمن. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي عيسى أبو حمزة، كنت معنا من سقطرى. وقبل أن أعود للصحفي محمد محروس من تعز، نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا المادة المعلوماتية عدها الزميل وديع عطا عن التحرك الحكومي الرسمي للدولة في عدن وتعز وحضرموت وسقطرى وأبين. نتابع ومن ثم نكمل الحديث. من جديد أهلا بكم، وأعود إلى تعز مع الصحفي محمد محروس. أستاذ محمد، بعد أن تم تسليم هذه المؤسسات من قبل عناصر المقاومة وكتائب أبو العباس، هل اتجهت هذه القوات بأسلحتها وما تملك إلى الجبهات، أم إلى أين ذهبت من خلال متابعتك لتسليم المؤسسات وتحرك السلطة المحلية مؤخرا في تعز؟ نعم بشير، كل ما حدث طبعا هو تأكيد فعلي على أن الجميع يؤيد فكرة حضور الدولة وعودتها بشكل كبير إلى جادة الفعل. وبعيدا أيضا عن القول، هناك التأكيد العملي كما أكدت مسبقا. اليوم قبل مغرب هذا اليوم انقضى اجتماع بين قيادات محافظة تعز، كان اجتماعا جادا وإيجابيا كما قال سكرتير محافظ محافظة تعز هشام السامعي.
الكل متفق هنا على أن هناك عدو أوحد هو الميليشيات الحوثي. هذه الميليشيات يجب أن تواجه، يجب أن تصوب تجاه البندقية. الجميع هنا متفق على أن الجبهات هي التي تحتاج إلى أن ترفد، وهي المحتاجة إلى أن يعاد لها الاعتبار مجددا بعد ما حدث الأسبوع الماضي. أيضا ما تمخض عن هذه الحملة الأمنية هو أن الدولة أصبحت صاحبة الفعل وصاحبة القول، وهي من تسير الأمور هنا. لا وجود للميليشيا ولا وجود للعصابات ولا وجود للمتطرفين. الحملة الأمنية مستمرة، ستواصل عملها لردع كل من تسول له نفسه أن يصيب هذه المدينة في مقتل، وأن يتصيد أبنائها، وأن يمارس هذه الممارسات الشنيعة بحق أبناء تعز. نحن نتجه اتجاه فعلي لاستعادة عصامة الدولة ولاستعادة قوة الدولة ولاستعادة فعل الدولة، وسيتجه الجميع إلى الجبهات. هناك اتفاق شامل تام يقتضي بأن تفعل الجبهات وأن يتم تحرير 15% من ما تبقى من هذه المحافظة، وأن تصبح تعز محررة بالكامل. أؤكد أيضا على أن زيارة اللجنة الرئاسية جاءت من أجل هذا الجانب، ولم تأتي كما أشيع من أجل الصلح والتهدئة وتسليم مقرات الدولة. نعم، الصحفي محمد محروس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وعودة أخيرة إلى الدكتور فيصل عري عبر السكايب من كوالالمبور. دكتور فيصل، لا شك أن هذا التحرك له أثر كبير في أداء الحكومة الشرعية. هل باعتقادك هذا جاء نتاج لمراجعة مع التحالف العربي وطبيعة العلاقة بين الشرعية وبين التحالف، وهذا ما انعكس على تحرك الحكومة بهذه الصورة التي يعني أكثر سلاسة وأكثر ترحيب في كل المحافظات المحررة؟ لا شك أن هناك ضغوط دولية لتمكين الحكومة اليمنية من السيطرة والعمل على أراضيها. كثرت الاحتجاجات هنا وهناك، المنظمات الدولية، المنظمات الحقوقية والصحفية وغيرها. هناك مشكلات أحدثتها الإمارات في بعض المناطق الجنوبية، أيضا في جزء من محافظة تعز. هذه الإشكاليات يعني تمخضت عن ضغوط لصالح الحكومة اليمنية، وتحرك الحكومة اليوم يعني بالتناغم مع التحالف دليل أن هناك يعني عملية سياسية منظمة تمضي إلى الأمام لصالح الحكومة اليمنية. نتمنى أن تستمر الحكومة بتحركاتها وتواجدها وبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية، أن تتعامل معها قوات التحالف على أنها جاءت وفقا لرغبة السلطات اليمنية، وأنها جزء يعني شريك لها في استعادة الدولة وليست ندا لها، ويجب التعامل باحترام مع هذه السلطات الحكومية. الحكومة الآن تقوم بأعمال هامة، وهذه الزيارات ناتجة عن يعني صدق وحرص الحكومة على التواجد الفعلي في مختلف المناطق المحررة. نتمنى لها التوفيق، ونتمنى أن يتم دعمها من قبل التحالف، وأن تتوقف المناكفات. فالشعب اليمني لا يتحمل، المواطن اليمني اليوم لا يتحمل في عدن المزيد من المهاترات، ولا في تعز ولا في غيرها من المحافظات. المواطن اليمني يعاني، المواطن محاصر في الداخل ومحاصر في الخارج ومشردين. لدينا مشكلات كبيرة، نتمنى من التحالف أن يساهم مع الحكومة اليمنية في إعادة الأمن والاستقرار إلى مختلف الأراضي اليمنية. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور فيصل علي، كنت معنا عبر السكايب من كوالالمبور من ماليزيا. وختاما، لم يبقى لنا استعارة تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونقرأ بعضا من هذه التعليقات مع صديق البرنامج الأخ أبو رداد الروسي، يعلق بالقول: يعني الاستقرار والبناء وسيادة النظام والقانون، تعليقا على حضور الدولة وزيارتها للمحافظات المحررة.
عرفات تاج الدين يعلق: حضور الدولة هي بمثابة المناعة الذي من شأنه تساقط كل الفيروسات والأوبئة من أصحاب المشاريع الغير صحية بشقيها الجهوي والسلالي. الدولة وجود وسلطة حقيقية وفعلية وليست زيارات شكلية، كل دقيقة تمر دون حضور حقيقي وفعال للدولة من شأنه إبعاد اليمنيين عن حلم الدولة، وسندفع الثمن غالي شعبا وأرضا. عرفات تاج الدين. أمجد الفقيه: حضور الدولة في المناطق المحررة له أهمية كبيرة، بحيث تباشر عملها من نفس المكان المتواجد فيه وتسهل عملية استتباب الأمن في مناطق وجود الدولة، حيث تفرض هيبتها وكلمتها ووجودها وتسهل في استكمال تحرير باقي المحافظات. إذن نختم بهذا الرأي من أمجد الفقيه، وشكراً لضيوفي كانوا معنا في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز الصحفي محمد محروس، وعبر السكايب من كوالالمبور الدكتور والمحلل السياسي فيصل علي، وكذلك الصحفي عبد الرقيب الهدياني كان معنا من عدن، ومن سقطرى الناشط السياسي عيسى أبو حمزة. ختام الحلقة تقبلوا تحايا الزملاء في الإعداد والإنتاج الزميل ودي عطا والزميل إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين في نفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.